اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اثار ما سمي تسريب مستشار الرئيس في مصر ضجه وصلت الى الاعلام ودوائر الاستخبار على حد سواء حول المعلومات المسربه هل هي دقيقه ام لا. كان واضحا ان هناك روايتين، الروايه الرسميه المعروفه وايضا روايه المسرب عبد الله الشريف من جهه ثانيه. الكل كان واضحا وحاول ان يلتزم عبد الله الشريف اليوتيوبر المعروف عندما اكد لوزاره الداخليه باطلاق سراح ابيه دون ان تكون تسريبات اخرى، قد تكون في هذا الباب او قد تكون تسريبات ما بعد حوالي 6 أشهر من التسريبات على العموم. كان هذا شيئا مهما جدا، وبالنسبة لوزارة الداخلية فيتعتقد أن لا مزيد من التسريب لأن المهم هو وقف التسريبات. وبالنسبة لهذا الوعد الجنتلمان بين قوسين ما بين الطرفين، على الأقل يمنع التسريبات مرة أخرى أن يستثمرها أي طرف. لذلك فالخط الأحمر الذي وضعه الآن النظام في مصر عدم وجود تسريبات أو وقف التسريبات، هذا أهم ما يمكن اعتباره أنه أساسي جدا. المسألة الثانية والأكثر أهمية أن بالنسبة للرواية، رواية وزارة الداخلية أتت وأتى بعدها رد، ولكن عبر نقطة مركزية حول الوسيط الذي أبلغ هذا ما سمي بالتسريب إلى عبد الله الشريف، وأقسم عبد الله الشريف بألا علاقة له بهذا الشخص إلا ما بعد التسريب. وهنا يطرح سؤال، هل أراد عبد الله الشريف تسريبا جديدا؟ ولهذا أجاب عن المكالمة بعد 24 ساعة من بث الحلقة، هل أراد هذا التسريب وهل لديه تسريبات أخرى كافية؟ ولذلك لماذا تحديدا رد لرغبته في تسريب جديد؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الغربيون. ولكن قبلها، ليست المشكلة أبدا في الجدل الدائر بين الداخلية المصرية وما بين عبد الله الشريف، المشكل كله في منطقة أخرى. الكل يدور حول مستشاري الرئيس السيسي. أين اللائحة أولا بالنسبة لهؤلاء المستشارين؟ ويجب أن يكونوا معروفين لدى الشعب المصري ولدى الدوائر الأجنبية. لذلك فلا وجود للائحة محددة لمستشار الرئيس السيسي، محددة مغلقة ومعروفة وفيها شفافية لمن خرج ودخل وإلى آخره. إذن مؤسسة الرئاسة تعتمد على العموم على أسماء معروفة من الجانب الأمني، هذا يعرفه الغرب بشكل جيد جدا والكل يوثقه. نحن ندرك أن بين فريق ولواء جميع المناصب الأمنية، أول ما يجب التساؤل عنه ما هؤلاء المستشارين الذين لدى الرئيس، ما هي مهامهم؟ لأن المستشار هو مهمة قبل أن يكون منصبا، المستشار ليس منصبا. الواقع أن هناك مهمة، هذا هو الذي يعرفه على الأقل الغربيون. والمستشارون يذهبون بعد انتخاب آخر والإتيان بمستشاريه، لذلك هناك جزء من الطاقم. إذا طاقم الرئيس السيسي أغلبه من الأمنيين، أغلبه إلى حدود اللحظة. هناك من لم يتغير موقعه من 2014 وإلى الآن، وأغلبهم كذلك. إذن اللائحة الحصرية لمستشاري الرئيس السيسي ليست موجودة وليست معروضة على البرلمان وعلى الأجهزة الأخرى التي يمكن فيها أن يعرف الجميع من هم مستشار الرئيس السيسي. إذن الغربيون يستغربون لعدم وجود لائحة للمستشاري الرئيس السيسي، وهذه نقطة أساسية جدا. والكل كان سيعرف ما هي الأصوات التي لدى هذا المستشار أو ذاك، وكان يمكن الوصول إلى تدقيق شعبي، لأن المنصب منصب عمومي أولا،
وثانيا لأن الوضع العام يجب على المؤسسات الأخرى أن تكون على الأقل ذات معرفة بالمستشارين، المستشارين الذين يأتون مثلا إلى البرلمان إلى غيره من المؤسسات. إذا اللائحة الحصرية لمستشاري الرئيس السيسي لا وجود لها. إذا هذه نقطة. ولماذا؟ هل اللعبة استخبارية بالأساس بحيث أنه يمكن أن يستثمر الرئيس مستشارين لمهمات لطبيعته الاستخبارية لأنه رئيس المخابرات العسكرية سابقا، وبالتالي فإن المهمة تفرض مباشرة على فلان أن يكون مستشارا، وهل هؤلاء المستشارين أساسا يعملون ليس في الرئاسة وإنما هؤلاء مستشارون لمهمات؟ لأن الرئيس اليوم الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية لا يزال يعمل بعقلية استخبارية تتطلب طاقما من الرجالات لمهمات، وهذه أساسية جدا يجيب الغربي عنها بشكل واضح. إذا مطالبة الغرب أساسا ولمزيد من الشفافية في إعطاء اللائحة، لائحة المستشارين وبشكل كامل، المستشارين بلائحة حصرية كي يكون الاتصال مع هؤلاء المستشارين ولو مع الدوائر والقناصل والسفراء وغيرهم معروفين. يعني عندما يقول فلان أنني مستشار ليس بورقة أو على الأقل ببطاقة زيارة، لأن هذه يمكن أن تزور. ولذلك فالعملية كلها إما أن تصاحبها تليفونات مباشرة من أعلى المصدر، وأن لا تكون الاتصالات إلا للمهمات التي يرسلها القائد بالأساس. ولذلك فلا مستشارين إلا بمهمات على حد زعم الكثيرين من علقوا على الحادث من سفراء أجانب فوق أرض مصر. إذن أهم شيء أن هناك عقلية استخبارية لا تزال تعمل مع شخص الرئيس السيسي انطلاقا من مؤسسة الرئاسة. والمسألة الثانية أن هناك مستشارين لمهمات وليسوا مستشارين ثابتين، والمستشارون الثابتون على العموم معروفون، يتقدمهم الفريق مهام مينيش من مشروعات قناة السويس، ومعروف أنه قائد سابق للقوات البحرية المصرية. إذا هذه هي النقطة الأولى. فإذا أبو النجا لشؤون الأمن القومي، رغم أن هذا الأمر بالأساس جاء إلا تغطية وليس لأن هذه الشخصية بهذه القدرات على حد زعم الدوائر الغربية على وجه التحديد. إذا فإذا أبو النجا عموما هذه أول امرأة تكون مستشارة لشؤون الأمن القومي ولديها خلفية دبلوماسية. الفريق محمود حجازي أو حجازي، وهو مستشار التخطيط الاستراتيجي، ومعروف مدى العلاقة التي ما بين كل من الرئيس وحجازي. وعندنا عبد المنعم تراس، هكذا تنطق على الأقل بالنسبة للشؤون العسكرية، وكان سابقا في التصنيع وهو الذي يعمل الآن على التصنيع لأنه عمل في إدارة الهيئة العربية قبل أن يكون قائدا لقوات الدفاع الجوي ما بين 2012-2016. هناك اللواء محمد رأفت شحاتة، وهو للشؤون الأمنية، وهو صاحب الذي خلف موافي وعمل في المخابرات وهو من أدق الناس في قضية غزة وحركتي فتح وحماس إلى غيره. إذن هؤلاء يعرفون جيدا ماذا سيكون عليه الأمر بالنسبة لي مثلا. فقد تقرر وبشكل نهائي ألا يذكر لا عدلي منصور ولا مرسي. الآن في إعادة تأريخ لمصر يحاول تجاوز إلى درجة أن يسمى الآن محمد حسني مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. وهنا سنرى إلى 2012، يعني لحظة إبعاد مرسي، وبعدها مباشرة سنجد عدلي منصور
وفي نظر الجميع أن الأمر لا يتعلق أيضا به، فنجد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ثم السيسي، فهكذا يبنى التاريخ مرة أخرى. وهناك وثائق رسمية للسفارة الألمانية وغيرها تذكر بهذا، يعني أن هناك إعادة تأريخ لما يجري بالنسبة للانتقال من هذه النقطة على وجه التحديد، يعني من حسني مبارك المجلس الأعلى ثم السيسي مدير المخابرات آنذاك. إذن منتهي هذا الوضع وأقفل السياق. لذلك فهناك أزمة أساسا بالنسبة لشفافية وضعية مستشاري الرئيس. ومجرد هذه الضجة أيا كان حجمها، فهناك من يريد استثمارها من أجل دفع الرئيس إلى إطلاق لائحة مستشاريه وأن تكون مضبوطة أمام المؤسسات. وهكذا لا يستطيع أولا الرئيس أن يلاعب بالمخابرات من جهة، وثاني مسألة أن يكون هذا تأطير لمأسسة الاستشارة الرئاسية. لذلك فهناك طرف في الدولة يرغب في حصر هذه اللائحة، وهذا شيء هام للغاية. إذن كل القدرات الحالية التي يمكن العمل عليها يتسنى من خلالها أولا مسؤولون في الدولة ضرورة حصر هذه اللائحة. إذن هناك من استفاد رغم هذه الأزمة بالنسبة لا لمستشاري لهذه المؤسسة على وجه التحديد، فهي مست كي تكون أكثر شفافية. ولا استفاد عبد الله الشريف، إنما استفاد من يريد أن يحصر أسماء مستشاري الرئيس على وجه التحديد، وهذا واضح للغاية. إذن بالنسبة للرسالة واضحة. لذلك فعندما يقول عبد الله الشريف بأن المهمة لم تكن بهذا الشكل، يعني أن الذي سرب لي ليس هو، فالذي أراد التسريب أن يكون صحيحا أو غير صحيح هو إثارة الضجة على مستشاري الرئيس لحصرهم في لائحة وتقديمهم على هذا الأساس. إذن قول عبد الله الشريف أنه يقسم لأن جزءا من الدولة ومن نظام مصر يرغب في هذه الخطوة على وجه التحديد، وهذا شيء محسوم، خبر جد دقيق ومحسوم. وعندما بدأت التحقيقات وجدنا على أن هناك من يرغب في دعوة إلى حصر هذه اللائحة. المسألة الثانية والمهمة أن ما قاله عبد الله الشريف في نقطة قسمه صحيحة، لأن الذي سرب ليس هو هذا. إذا القراءة الداخلية تذهب باتجاه، لكن واقع الحال الذي سرب هو الذي يريد أن يصل إلى هذا الهدف الذي ذكرناه. أين العملية؟ كيف جرت؟ بالنسبة لوزارة الداخلية هي أرادت الضغط على أبش الشريف، وهذا أسلوب عادي في هذه المنطقة. لذلك فبالنسبة لصعوبة انعكاسات ما بعد سيكون أخطر بكثير، لكنهم أخذوا هذا الوعد بالنسبة لعدم الوصول إلى تسريبات. إذن التسريبات في مصر تساوي المساس بالعائلة، الوصول إلى تسريبات من الداخل تساوي الوصول إلى عائلة المعني. إذن هكذا يمكن بوضوح أن نجد على أن الأمر بهذا الشكل الواضح للغاية. الرسالة الأخرى أن كما لاحظنا قائد رئيس أركان قائد البحرية رئيس مخابرات في عهد سابق إلى آخره، لماذا هذا الطيف أمام السيسي؟ لأنه يذكر بشيء واحد، يحاول ربط وجسر هذه المرحلة مرحلته بمرحلة مبارك مباشرة، ويحاول لهذه المرحلة ما بينهما أن تمسح من ذاكرة المؤسسات ومن غيرها، وهذا أساسي جدا، إلى درجة أنه يريد الانتقال إلى العاصمة الإدارية إلى قاهرة جديدة من أجل بدء في جمهورية جديدة. اليوم أصبح
السيسي يقول بالجمهورية الجديدة، لكن هذه الجمهورية ينقصها أمران أساسيان. أولهما ماذا بعد السيسي؟ أي ظرف مع السيسي قد يدفع مصر إلى الرجوع إلى مربع الصفر مرة ثانية؟ والمؤسسات تخشى على هذه المرحلة، تريد ضبط هذه المرحلة. فمن جهة كانت اللعبة قد لعبت مع محمود السيسي ثم بعدها مباشرة أزيحت. إذن بالنسبة لي قضية مبارك جمال مبارك السيسي محمود السيسي انتهت، أي التحول إلى العائلة، هذا صعب للغاية. إذن مثل هذه النقطة أيضا سحبها السيسي. بقي الأمر متعلقا بمدير المخابرات حسني مبارك مع سليمان، ومعروف على أنه رئيس المخابرات العامة وكان ظل لحسني مبارك، وفي هذه اللحظة على وجه التحديد اتضح للجميع أن هناك ظل، دائما رجل وظل. والنائب السادات كان أذكى عندما وضع نائبا له. قد تختلف الروايات في قضية النائب، لأنه وما بعد توقيعه على كامب ديفيد كان يدرك حجم أن تبقى الجمهورية ويبقى كامب ديفيد، وببقاء كامب ديفيد لا بد من شخص أن يكون نائبه، يعني أن كامب ديفيد جزء من الصفقة في كامب ديفيد أن يكون للسادات نائب، لأنه لن يسمح على الأقل ولفترة أن يكون هناك لا انتخابات ولا غير انتخابات، سيكون نائب الرئيس هو الذي يقود هذه المرحلة إلى حين تثبيت كامب ديفيد. لذلك فكامب ديفيد هي التي أتت بنائب الرئيس. اليوم هل الجمهورية الجديدة لا تستدعي أن يكون هناك نائبا لاستمرار هذا المشروع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل الأمر دائما مع رئيس مخابرات عامة وأبعد، ومعروف طريقة إبعاده، إذن أبعد سليمان، أبعدت المخابرات العامة وانتقل الوضع كله إلى المخابرات العسكرية لتأخذ الرئاسة، وتصبح الآن وبعد وصول السيسي إلى الرئاسة أصبح هناك المخابرات العامة. المخابرات العامة استعادت عافيتها مباشرة وأخذت تعمل إلى جانب الرئيس. لذلك فالموضوع الآن شديد الحساسية بالنسبة للتطورات الجارية على وجه التحديد. إذن بالنسبة للمستشارين يجب ضبطهم كي يعرف الجميع من هو الذي قد يقود المرحلة ما بعد السيسي من مستشاريه، وأيضا بالنسبة لبعض الشخوص أو الشخصيات التي قد تظهر للعلن، وهذا شيء هام، لأن أهم ما يرغب فيه السيسي إظهار أنه صاحب القرار، وأن مستشاري ليس لديهم مثل هذا البعد الذي حاول أن يعطيه في الأول أنه بعد دقيق وغير ذلك. اليوم هناك قائد للبحرية، هناك حجازي أو حجازي إلى غيره، هناك قائد مخابرات، يعني أننا نتحدث اليوم عن قادة عسكريين، يعني مجلس آخر مصغر عن المجلس الأعلى للقوات العسكرية. مستشاري الرئيس المعلنين كأنهم مجلس مصغر، مجلس أمني مصغر أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. وفي هذه الحالة على وجه التحديد سنجد أن الصراع ما بين المجلس المصغر والمجلس سيكون هناك حساسيات في هذا الوضع. ولذلك فبالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سنجد أن هناك رغبة في تحديد هذه اللائحة، وهذا هو السر القائم، لأن الجيش يريد أن يستمر في الحكم باسم السيسي باسم آخر. المهم أن يكون هناك اسم عسكري هو الذي يحكم مصر ويحافظ على اقتصاد مصر وعلى حالة الطوارئ الجارية التي يمكن العمل عليها، ولو أنها أزيحت الطوارئ لكن بقي السلوك الطارئ
هو الشديد الأهمية. ولذلك فنجد مثلا مشروع التصنيع العسكري، سنجد أمامنا مستشار كان في الهيئة العربية للتصنيع قبل أن يصبح في موقع آخر إلى آخره. فدائما هناك من له خلفية ويؤثر، وهذا هو السبب الذي جعل من هذا التسريب تسريبا شديد الأهمية. يمكن أن نقول معه أن أن المستشاري السيسي هم مستشارون مع أولا رفضهم لأي مدني، فهذا أول ما يمكن قياسه هو أن رفض المدنيين عموما، وثانيا أن هذا المجلس المصغر لا يجب أن ينافس المجلس الأعلى، والمستشارين لا يجب أن يحولوا الرئاسة إلى مجلس مصغر أمني مصغر. هذا ما يجري عليه الآن، ولذلك جاء التسريب من طرف ثالث. على أقل تقدير هذا ما يمكن اليوم استنتاجه وأيضا الوثوق به، لأن هذه قراءة لأربع سفارات غربية فوق أراضي مصر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.